هو خش على طول مباشره. الاستاذ واقف هنا باسعار المكن ده، محل ما شاء الله دي وجد المحل من جوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم على قناه شارع بين حارات. قبل ما نبدا ونقول صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. محلات ايه؟ محلات الاستاذ ايمن حسن. ده المكن اهو، الناس اللي بتسال عليه. المكن ده كام يا عم ايمن؟ 20 سم وفي منه 30 سم. بكام بقى؟ 450. 450 جنيه دي اللي هي 200، ودي 300، يعني 200 او 20 سم يعني. دي ب 550 صح؟ 550 اللي هي 300 دي 30 سم، 550 ال 20 سم ب 450. في منها 40 موجوده؟ 800 جنيه. 750 على حسب اللي بيجي يعني. 750 حسب اللي بيجي. الميزان؟ الميزان في حاجه عامله 850. حاجة عاملة 850. في حاجة درجة أولى نظيفة عاملة 900 جنيه. درجة أولى نظيفة عاملة 900 جنيه. المحل هنا جنب محلات مروان ومحلات محمد المنيوي، محلات أستاذ أحمد عباس. في وش مسجد سيف الدين. في وش المسجد بتاع سيف الدين، المسجد قدامنا أهو. هو في وش على طول مباشرة. الأستاذ واقف هنا بأسعار المكن ده، محل ما شاء الله دي وجد المحل من جوه. عنده كل انواع الاسترتشات. الاسترتشات دي عامله كام طيب؟ الاسترتشات دي في منزلي، في حاجات صغيره، في حاجات مثلا كبيره شويه تقيله يعني. اسعارها؟ في حاجه ب 25 جنيه، وفي حاجه ب 70، في حاجه ب 40، في حاجه ب 100. في حاجات يعني حسب السعر يعني. المطبخ في البيت يعني. ايوه ماشي. وفي برضك اهو الاسترتش الكبير، في اللزق. اللزق ده كله اهو. اهو يهمنا طبعا المكان. في عندك شحن؟ لا. عندك شحن؟ في شحن. المكان ده لو نجيب حد مثلا بياخد الحاجه يشحنها. ونتعامل مثلا يعني عن طريق كاش والكلام ده. طيب لا هسيب رقم تليفونك، معايا رقم الحسن صح؟ معايا رقم تليفونك، هسيبه لك على الفيديو برضك لو حد يكلمك على الاسعار دي لو زاد او حاجه. ماشي حبيبي اخويا.